الف مبروك كابتن ايمن، الف مبروك، الف مبروك كابتن علاء، كابتن عادل، كابتن اسامه. من الجميل ان احنا نبقى قاعدين وبنشهد ارقام جديده، بطوله جديده. مبروك انتهاء بطوله الدوري بعد كل الاحداث اللي حصلت بعد الكورونا، بعد كل شيء، عقبال افريقيا. والاهلي كمان النهارده حطم اكبر عدد من النقاط، رقم قياسي اللي كان متسجل اصلا باسمه 88 بقى النهارده 89. ما انا بقول لك جميل قوي ان احنا نعاصر شيء جديد، احراز اهداف، احراز اهداف كبيره في تحقيق ارقام جديده. فكل حاجه جميله. النادي الاهلي صاحب البسمه والراعي الرسمي الحقيقه لجميع الانجازات الحقيقه في كل شيء. صحيح. فالحمد لله على المكسب الكويس النهارده، الحمد لله ان احنا اطمننا على اللعيبه كلها، الحمد لله الجهاز الفني اطمن في المرحله الجايه الشكل والناشئين وكل حاجه. النهارده كانت شكلها جميل، حتى زي ما احنا اتكلمنا قبل الاستوديو صالح جمعه هيكون ليه شكل، اتكلمت انا واسامه على شكل التغييرات اللي هتبقى موجوده للولاد الصغيرين، ازاي كان في ارتياحيه النهارده، ازاي كان في حريه في الاداء، ازاي كان في تطبيق لشكل المدرب الفني الجديد موسيماني في الانتشار، في استحواذ الباص، الاستحواذ، كل حاجه. عدم النهارده لو تلاحظ مفيش باص كتير مقطوع، يعني في التزام النهارده برضو مهما كان المباراه احنا عايزين نخرج منها بشكل تحقيق الرقم اللي هو 89 نقطه، انما النهارده كان في التزام من اللعيبه يشكروا الحقيقه. وليد سليمان عوده بهدف باصرار، جميع الوجوه الحقيقه النهارده كانت بتلعب كوره على شكل مدير فني، مدير فني ما لقاش فيه اي تجاوز النهارده، في استقبال للعيبه كلها، في استقبال لاحمد فتحي وهو خارج بنهايه مشرفه جدا لمشواره الكبير اللي عمله مع النادي الاهلي ببطوله، وان شاء الله يتوج معانا في بطوله افريقيا باذن الله. فالف مبروك النهارده وعبال اللي جاي باذن الله. واعتقد ان احمد فتحي النهارده عارف دايما حضرتك اخر ماتش لاي لعيب، حتى يعني لو معروف ان هو ماشي ورايح فرقه ثانيه بيبقى فيه تتر كده سوء الخاتمه. يعني انما اعتقد ان احمد فتحي قدر النهارده يزيل تتر سوء الخاتمه. هو واضح ان الجمهور بيحبه يعني، وهو راجل قضى فتره كبيره جدا اذا كان مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، سي في كبيره قوي بالنسبه له. فحصل ذوبان لاي شكل مش لطيف يعني، هو النهارده خارج بشكل محترم، في رضا من نفسه، في رضا من النادي الاهلي عنه الحقيقه كاداره وككل شيء، وواضح من الصوره اللي احنا شفناها وكنا نتمناه معانا في الفاينل الحقيقه. فالحمد لله. وبرده وجود مؤمن زكريا في خلال احداث المباراه برده كانت